تستعد دمشق لاستقبال الحدث الاقتصادي الأبرز خلال العام، فالتحضيرات مكثفة وورشات العمل تشهدها أرض مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي يومياً، استعداداً لإنجاز دورة متميزة من فعاليات المعرض المقرر انطلاق الدورة 60 منه في أيلول المقبل. وحول الأعمال المنجزة، فقد تم تحويل الكهرباء المغذية لمدينة المعارض واستكمال الأعمال المتعلقة بالموارد المائية وتأمين باصات النقل الداخلي التي ستقل زوار المعرض، إضافة إلى حجز المساحات للمشاركين وتجهيز الأجنحة والفعاليات الثقافية والمعارض المرافقة، ولمنع تكرار ظاهرة الازدحام التي شهدها معرض دمشق الدولي في دورته الماضية ومعالجتها، تم إنجاز المراحل الأخيرة لمشروع السكة الحديدية التي تصل دمشق بمدينة المعارض، وتقديم دراسة متكاملة لإيصال القطار من دمشق في محطة القدم وحتى مدينة المعارض. إرادة قوية وعزيمة وإصرار على استمرار الحياة لدى السوريين يتجلى اليوم في عودة الألق لمعرض دمشق الدولي بالتزامن مع الأمان الذي حقق على يد الجيش العربي السوري.